بقيتي داك السبيره طويلي بعد كسوا فضه انت كنقول وي كيف قصك ها انا واش تبعي الصور ديال الدار ما عرفتش بيه دوك تعرف ما كنتش دخلت كنت كنقول لك خصك تدق ولا اللي حبيبي المهم ماشي مهم ماشي مهم خو لا سوالت صافي خو لا سوالت خو لا سوالت غتهبر واحد المهم غتهبر يوم وغادي نرجع في الدار ان شاء الله غتحل السوالت سبيها دابا عندي سوالت ها شوف عندك سوالت الطول غتحل دابا الطول غتغوت ديك السميان اللي كتعجبك قمر قمر لا غتغوت قمر قمر صافي ما غتقول قمر غتغوت هي شنو غادي دير عندك لعب الحبيب ديالي مالك صافي شنو غادي دير انت قمار قمار زعما صافي ولكن تخاف من نقول لك واحد المره قلت لها قمار ما عرفتش انا موجود هذا كلشي كيسولني على هذه القضيه ديال فينك واش الا ما دزناش في القنوات الوطنيه هذا تيعني باننا حنا ما كاينينش انا كاين في شاده شاده تي في اللي هي من القنوات الوطنيه حتى هي قناه مغربيه كتشاف على طريق الساتيليت يعني حاضرين يعني لا في البرامج ديالها ولا في البرامج الرمضانيه كل رمضان تنقدموا مسلسل الحمد لله حتى حاجه ما تغيرت تغيرت غير القناه ما كاينش سبب توتر كاين سبب هو عدم انني ما كنت ما تفاهمتش من الديبار مع واحد السيد اللي هو السيد الرئيس المدير العام اللي هو السيد العريشي وها السيد العريشي هو اللي تيتحكم في القناه وفي القنوات كلهم وكيتحكم في القطب الاعلامي كله ما تفاهمتش معاه لانني انا التفكير ديالي في شكل وربما هو التفكير ديالو كانوا انتقادات ليه فما عجبوش الحال ربما وعطى ربما عطى ربما انا ما تنقولش دائما ربما عطى الاوامر ديالو ان هذا السيد اللي غادي يخلق لي انا مشكل ولا اللي غادي يبقى ينتقدني ولا هذا ما عندنا ما نديرو به لان قالها لي انا في وجهي قال لي انت كتهضر انت كدير انت كتكلم ولكن ما يمكنش ما نتكلمش ما يمكنش انا نخدم في قناه سمون بوكمون ونبدا نقدم داك الشيء اللي بغاو هما يا لان كاين جمهور كاين اللي كيحاسبنا كاين الناس اللي هذاك فلوس ديال الشعب خصك ملي تيثق فيك الشعب وتيعطيك الفرصه انك تدوز في واحد البرنامج انك تقدم له شي حاجه مزيانه فما يمكنش لك انت تقدم له شي حاجه خيبه ودير الخطر للاداره الاداره راه غير مخلصين بفلوس ديال الشعب فلوس ديال الكونتريبيوابل فحنا اللي كيتحكم فينا الحقيقي اللي كيتحكم فينا هو الشعب هو الجمهور لان الجمهور من حقه انه يشوف عمل مزيان يشوف خدمه مزيانه ومني تيعطي الاراء ديالو ما كتكونش عاجبه انا ديك الاراء تنوصلها مني كنوصلها للاداره ما تيعجبهمش الحال تنقول لهم هذا العمل ما نقدروش نديرو بهذه الطريقه لانه للاسف الشديد هم مدرقين مورا لجان وهاد اللجان يعني انا في نظري هاد اللجان اللي ما كتبدلش لان كاع انت تشوف عندنا بالنسبه لي انا اللي هاد الناس اللي تيكونوا اللجان اللجان الفنيه فانا بالنسبه لي هادو ناس فاشلين لا سواء في السينما ولا في التلفزيون علاش فاشلين لان ما عندهم ما يدار كيمشيو يخدموا يتدرقوا في لجنه ومعتبرين رسوم انهم مثقفين وبانهم ربما ما لقاوش الخدمه تيمشيو تما باش ياخذوا واحد الطريف ديال الفلوس وتيبداو هما يقادوا البرامج هذا غيدوز هذا ما يدوش هذا ما كيديرش والاداره كتخدمهم هما كتستعملهم باش تدرق موراهم هذا هو المفهوم اللي كاين هذا هو السيناريو اللي كاين فالليجان خصهم يتحملوا مسؤوليتهم لانهم ناس مثقفين ناس عندهم واحد المسؤوليه خصهم هما اللي يقولوا لا هذا العمل واخا الاداره ما تبغيش يقولوا هذاك الشيء علاش ما كتشوفنيش انا في الليجان ما كتشوفنيش شي لجنه ما كنكونش في اللجنه لانني ما يمكنش ليا انا واحد من الاداره يقول لي ودوز هذا ولا ما تدوش هذا ولا دير هذا وهادشي راه شفناه داروا حتى في المواقع سميتو هادو هذا بانوا شي وحدين كيوصي على هذا وكيوصي على هذا وهداك الشيء ما خصوش يكون لان الفن خاصو يكون مستقل وإلا بدينا كنشدو حتى الفن توا تنحصرو في الرأي الأساسي ديال أولا في لي زوغ ديال سميتو الأوامر ديال واحد المدير ولا واحد الرئيس المدير العام فكنظن أن ما غاديش نمشيو بعيد شوف واحد القضية هو أولا الانتماء لواحد القناة ما يمكنش ليا في بعض الأحيان أنني نلعب نخدم في قنوات أخرى وخصوصا ان بالنسبه للقنوات الوطنيه اللي كنهضروا عليهم اللي هي قنوات ديال الدوله للاسف الشديد فيها بزاف ديال انا يعني كاين بزاف ديال المشاكل منهم هذه القضيه ديال ضفاطر التحملات هي اللي خلقت المشكل الكبير لان كاين هناك واحد احنا لحد الان ما مفهومش لي انا واش كاين رفض ديال الاسم ديال سعيد الناصري لان حتى من الشركات اللي تقدموا العروض ديالهم ما تيقدوش يتعاملوا مع سعيد الناصري لان تيقولوا لهم الا كان
العمل في سعيد الناصري هذاك العمل ما تيتقبلش، ودارت تجارب في هذا ملي كنقدم شركتي ما كتقبلش، يعني سعيد الناصري محطوط في ليست نوار كنظن بانه ولا واحد اللائحه سوداء الى جانب واحد العدد كبير ديال الممثلين وديال الفنانة ولا ديال المنتجين اللي ما خصهمش يدوزوا في القنوات الوطنيه ويستافدوا من ديك الحلاوه ولا ديك الحليوه ديال الفلوس اللي دايره في ديك الكعكه اللي دايره في القنوات الوطنيه. يعني ملي كنهضر على القنوات كنهضر على لا اس ان ار تي، هي لان الرئيس المدير العام ديالها هو اللي تيتحكم في هاد القنوات كلهم، لان هي هذوك الاخرين كلهم غير قنوات اللي هي استراتيجيه. صافي هادشي اللي كاين. انا قلت لك انا دابا للاسف الشديد الان هاد اللجنه اللي كانت في السي سي ام اللي كانت على راسها مدام بالخياط واللي كان عندي لها واحد الاحترام كبير ك ك ك كمثقفه وكشاعره وككاتبه وكذا، كنت كان لكن للاسف الشديد خلال هاد الثلاثه ديال المراحل اللي دازو ديال لي سيسيون ديال السي سي ام تبين لي بان هاد السيده ما عندها حتى علاقه بديك ليماج اللي كان عندي عليها، لا هي لا مع واحد السيده سميتو بالخمار لا واحد المجموعه ديال الناس اللي انا كنت احترمهم لاسمهم ولعملهم ولك، فلقيت بان داكشي يتناقض والحقيقه. فالاسئله اللي كتطرح عليا ملي كيديروا مثلا معايا استجواب على العمل اسئله اللي هي بليده وتافهه جدا، وحتى التعليل اللي كيديروا باش يرفضوا العمل ديالي تعليل اللي هو تافه وبليد لدرجه ما كتصور. تصور معايا ان في الفيلم الاول السيناريو الاول اللي حطيت تيناقشوني على حاجه، ومن كيجي التعليل ديال الرفض كيجيب حاجه اخرى، يعني وحده دايرين التعليل ان سعيد الناصري في هذا السيناريو كاينه واحد نوع من المبالغه. واش في السينما كتهضر على المبالغه؟ السينما راه هي في حد ذاتها راه مبالغه. فيعني كاين اسباب. السبب الثاني مثلا اللي عطاوني انه عمل اللي هو يا عمل مبني على 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 على, على, على اسس صحيحه، تعطى التعليل اشنو حق الشخصيات ان اللجنه لم تقتنع بسميتو بالبناء ديال الشخصيات. والفيلم ملي كنصوروا انا بامكانياتي الخاصه تلقى نجاح، اذا فين الخطا؟ واش فيا ولا في هاد الناس اللي غادي يعطوك شويه ديال الفلوس باش تخدم؟ وما غيعطيهمش ليا لان الفلوس غادي الافلام ديالي كترجع الفلوس للسي سي ام. انا يلاه خلصت اكثر من 250 الف درهم ولا 260 الف درهم على الشركه ديالي، لان كاين افلام اللي كتصاوب وكدار في التيروار ما كتدخل لهم حتى ريال، وهذيك افلام ديالنا حنا اللي هي افلام تجاريه كتدخل فلوس كتدخل سميتو هذا كترجع شويه ديال الفلوس لهذاك الشعب اللي عاطي الفلوس. فهنا تيبقى داكشي باين ماشي هو هذاك، يعني ما كاينش واحد التفسير معين. وحتى اللجنه ملي كتجلس تناقش معاهم كتلقى بان التكوين ديالهم ليس بتكوين سينمائي وما عارفينش علاش كيهضروا، وهذا الشيء اللي خلى السينما المغربيه راجعه للور. يعني الا لاحظتي في هاد السنوات الاخيره ملي ولا فاسيل فهري، يعني غير مشى نور الدين الصايل وجا الفاسيل فهري لهذيك المده ديال خمس سنوات وكون اللجان ديالو بالطريقه ديالو، هو الوزير اللي كان يعني الفردوس اللي كان جا مؤقت، يعني وزير مؤقت، لان كاع الوزارات يكونوا الان مؤقتين، كي جلس لك عام عامين تيقول لك واه غادي نمشي حتى يجي واحد، كيقول لك يجي عام تيقول لك وانا يلاه بديت باقي ما عارفش القضيه كيفاش كاينه، كيضرب ذاك العام تيقول لك عاوتاني وانا راه مشيت قبل ما نكمل، وكيجي الاخر تيقول لك وانا راه ماشي سوقي راه حيت الاخر كان قبل مني، وكيبقى شكون هو؟ تيبقى الضحيه هو الفنان هو الشعب هو الناس اللي كتفرج. فللاسف الشديد خص الحكومه تكون مسؤوله، الناس الوزير يكون مسؤول، وزير الثقافه يكون عنده مسؤوليه ويكون فاهم الوضع ويكون عارف شنو هي الثقافه ويكون عارف سميتو الوزير ديال اي وزير في المنصب ديالو خصو يكون قد ديك المسؤوليه وباغي يغير ونشوفوا التغيير، ما كنشوفوش للاسف الشديد. الواقع الفني انت تتشوفوا كيف داير. البارح كنت مع واحد الاخوان ودرنا واحد لو ديبا، واش الفن يقدر يعيش الفنان؟ يعني تيقول لك الفنان حنا كنشوفوا المشاكل ديالهم ظروفهم، حنا شفنا دابا الان الاخوان ميغري ظروف ديالهم انت عرفتيها، استقبلهم الوزير جلس معاهم عطاهم اتاي والقهوه، ولكن شنو فينا هو الحل لهاد الناس هادو؟ فينا هما؟ يعني ما كاينش غير ميغري كاينين بزاف. الفن يقدر يعيش الناس، لكن لا خلاو الفنان يخدم. الفن ما كاينش اللي خارج عليه قد السماصريه، هما اللي خارجين على الفن، والسماصريه هما اللي كيدفعوا للرداءة، ومني كتدفع للرداءة الجمهور تيحول وتيمشي يشوف حوايج اخرين، خصوصا ان الان العالم كله اصبح بحال شي تي فيلاج، يعني الان اليوتيوب وهذا
وليتي ما كتفرجش كاع في التلفزيون، تقلب وتفرج في اليوتيوب وتفرج في قنوات اجنبيه وتفرج في قنوات ديال الشباب وتفرج، فكيعزفوا الناس على الفن ملي كيشوفوا واحد العمل اللي هو رديء تيعزفوا عليه، وهذه المسؤوليه تترجع لهاد الناس اللي مصين على اللي عندهم الجهات الوصيه على الميدان الفني او الميدان الثقافي. لو كان يخليونا نخدموا براحتنا وما يكونش هذا باك صاحبي وهذا راه من جهه فلان ولا هذا من جهه فلان، انا انت اتصلوا بيا بعد الفنانه تيقول لك اودي انا راه ما خدمتش هذه عامين، واش يمكن لك السي الناصري تشوف لينك يعني، ولا الفنان هو اللي كيحاول يلقى الخول الفنان شي طريق باش يخدم. كذلك خص الدوله تشجع القنوات الخاصه باش تولي بحال دابا مثلا هذه القناه ديال شهاده تي في، هي فتحت المجال العدد كبير ديال 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 لي زانيماتور وديال الفنانه اللي 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 كانوا ربما سمحات فيهم القنوات الاخرى، او لا لانهم اصبحوا نجوم فولاو كيديرونجيو، لانك ملي كتولي نجم وكتولي معروف كتولي كديرونجي كتولي كتزعج، فملي كتولي تزعج تتخلعهم، ملي كتخلع هذاك المسؤول اللي كيجي كيلقى راسو امام فنان اللي هو ماشي فنان مربع يديه وساكت ولا داير الكولا على فمه، فنان اللي تيهضر وتيدافع على الميدان الفني. ملي كتكون هكذا بطبيعه الحال تتحارب، ملي كتحارب بطرق اللي هي غير شرعيه، يعني طرق ديك من تحت البنانات وداك الشيء ما كاينش شي، انا تنبغي المسؤول يكون راجل ويكون قد المسؤوليه ديالو ويخرج ويقول لهم اياه هاد السيد ها علاش وعلاش وعلاش، لا تيسد عليه وتيخليك انت اما مع لاجون سيكوريتي ولا مع الكاتبه ديالو ولا مع المدير الديوان ديالو، وتيقول انا ما كاينش راه ما مساليش راه ما يقدرش راه دارش. انا الان دفعت عيطت لوزير الثقافه الجديد على اساس باش نخدموا بعض البرامج اللي هي مهمه جدا، وقلت لي باش يعطيني رونديفو، من نهار جا لحد الان باقي ما خديتش الرونديفو. والغريب في الامر ان خلال هذه المده هذه جات مغنيه اللي مطربه من ما مطربه ما والو يعني درجه ثانيه ولا ما نعرف من الامارات، فافاجئ بانه استقبلها في الوقت اللي انا كنت كنتسنى الرونديفو ديالو يستقبلني، لاننا بغينا نديرو برنامج اللي كيهضر على الرواد ديال الفنانين المغاربه، فافاجئ فتنعيط مثلا سميتو المستشار ديالو تنهضر معاه تنقول لي كيفاش كومون سا سفي، قال لي لا يعني العذر اشد من الزله، قال لي لا هذه كانت ديزا ودازت عنده بحال السيد الوزير راه جالس في قهوه ولا شي حاجه واللي داز غادي، يعني كاين شي حوايج يا اما الناس اللي كيبرمجوا لهم لي رونديفو ماشي في المستوى، يا اما الناس اللي دايرين بهم ماشي في المستوى، اما هو ماشي في المستوى. اما الفنان نورمالمون ولا هذا خص تكون عنده واحد القيمه، تكون عنده واحد كما الجمهور تيعزو تيقبل، لان ملي كتولي الاقطاب ديال الفن كتاكل العصا وكتولي مدلوله فبطبيعه الحال الفن كيهود. ملي كيكون مثلا الاعلام تيبدا ياكل العصا وتيبدا في كتولي ديسكريديتي، فالاعلام ديال 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 سميتو كتاكل العصا فاوتوماتيكمون الاعلام حتى هو كينزل وما تيبقاش كريديبل عند الناس. فهذا هو المشكل ديال الفن في المغرب، اننا ما تنحترموش الفنانين الكبار، الناس اللي عطاو، الناس اللي قادرين يعطيو، ما كنحترموش الشباب ديالنا نعطيهم منافذ فين يقدروا يبانوا ويخدموا ويعطيو الجديد ديالهم، فتبقى واحد المجموعه واحد اللجنه هما اللي تيحكموا تيقول لك لا هذا يدوز هذا ما يدوش هذا يدير هذا ما يدير شيء، وما عندناش اون فاريتي ديال لي شين، ما كاينينش يعني ابار المواقع، والمواقع للاسف الشديد ما عندهمش امكانيات ديال الانتاج، مواقع ضعيفه. مثلا خدينا مثلا انفاس هما تيديروا واحد المجهود مثلا الموقع ديالكم، ولكن راه صعب باش يطلع الانفاس ديال الانفاس ديالو ماديا، ومثلا ويدير برامج مثلا اللي هي برامج كبيره في ديكور كبير ولا يدير مثلا ويتطور، لان الامكانيات ديال الانتاج التلفازه براسها راه ما عندهاش امكانيات ديال الانتاج، العولات على راسها راه دير فايت، راه الدوله اللي كتعطيها بيدجي صحيح كل سنه، لو كون ما كانش الدوله كتعطيها بيدجي والله لا قدرت توقف راسها. وانا بالنسبه لي المدير الحقيقي اللي راجل ويقد على القناه هو يشد القناه ويسيرها بالامكانيات اللي عندها ويرجعها، يعني ما تبقاش كتسنى او لا ديبوندونت تولي انديبوندونت ديبوندونت دو البيدجي ديال الدوله. هذا هو المانجر الحقيقي، هذا هو المدير الحقيقي اللي كنعرفو انا مدير، ماشي واحد كان في شركه خاصه وما قدرش ينجح الشركه الخاصه ديالو وجا لصق في الدوله وبدا كيخدم في شركه عامه. هذا بالنسبه لي انا ضعيف، انا افضل انني نخدم مع شركه اللي هي خاصه بحال شاده تي في وكنشوفهم كيفاش كيتحاربوا باش يخرجوا واحد المنتوج رغم الامكانيات الضعيفه وينجح، بحال مثلا البوي لمده 3 سنوات والان كدير لا فيكسيون، لا فيكسيون هي تري شير
ولكن رغم ذلك تنشوفوا ان رشيد حياك يعني شاد متمسك بالمبدا ديالو وخدام ومنجح القناه ديالو لي صالير كثار. هذا الشيء كله خص سياسة او لا اراده سياسيه اللي تكون في هذا الاطار هذا ويخليو وتما غيبانو شكون هما اللي مدرقين مورا الوظيفه العموميه وشكون هما الناس اللي قادرين يجيريو ويحركوا القنوات ويحركوا المسرح ويحركوا المجال الفني.